اول حد توقع انك ممكن تبقى لعيب كوره، او مين اللي قالك مثلا لا انت لازم بقى تروح تختبر وكده عشان هتكون لعيب كوره؟ والله الحمد لله، يعني وانا في فراسكور في دمياط ناس كتيره وانا بلعب كانوا متنبئين لي بشكل كبير ان انا ابقى حاجه كويسه. الحمد لله ما حدش كان متفرج عليا لما كان بيقول لك لا هو عنده حاجه مميزه. ويعني في لعيبه كده، مش طبعا مش عايز اتكلم عن نفسي، في لعيبه يقول لك ان هو الشخص ده اللعيب ده تحس ان هو نجم. فالحمد لله دي من وانا صغير وهي فيا. ايه المراكز اللي هاني العجيزي بيحب يلعب فيها؟ والله انا كل مدرب كان بيجي كان بي يعني بيلعبك في مركز. بيلعبني في مركز، دي حقيقه فعلا. يعني انا اصلا بلعب رقم 10 بلاي ميكر، وانا صغير برضو كنت بلعب سترايكر. في مدربين جم لعبوني وينج، فانا الحته اللي قدام دي لعبت فيها في كل المراكز اللي فيها. كابتن شاو غريب برضو في مره لما كان مسكنا في سموحه لعبنا ديفندر واديت بشكل كويس وجبت جولين الماتش ده. فلعب الكره روزان، لو انت عندك الامكانيات ان انت تاهلك تلعبي كره قدم، انا شايف ان حته المركز دي مش صعبه خالص. يعني لعب الكره بيلعب في اي حته، بدليل ان احنا لما بنيجي نلعب خماسي في اي مكان انت بتجري في الملعب كله، فما فيش مركز معين انت بتلعبي فيه. فدايما لعيب الكره الموهوب ممكن يلعب في اي مكان، ما فيش عنده اي مشكله خالص. لكن انا المكان المحبب ليا رقم 10. يعني انت شايف ان اي لعيب لازم يلعب في كل المراكز او يؤدي كل المراكز؟ لا مش لازم، مش لازم. انت ما برضه ما تجيش ان انت مثلا يبقى في سيرد باك مثلا واحد بيلعب مساك وتيجي تقول يلعب فرود، فدي هتبقى صعبه عليه. كل مركز برضو يتطلب برضو الشكل البنيان الجسمي بتاعه، المرونه، التكتيك، التكنيك بتاعه، الحاجات دي كلها مهمه جدا في اي مركز. فمش ينفعش ان انت تجيبي مثلا واحد سترايكر عنده مرونه وعنده حته انه بيعرف يجيب جول وتلعبيه سيرد باك، مش هتستفادي بيه باي حاجه يعني. فحته ان انت توظفي اللعيب دي انا شايف ان هي حاجه مهمه جدا في اي مدير فني، ان هو بيبقى شايف امكانيات اللاعب ده يقدر يؤدي في كذا مركز ولا لا. طبعا كلنا مش ناسيين الهدف بتاعك قدام برشلونه، احكي لي بقى عن كواليس هذه المباراه بشكل عام. والله بصي هقول لك على حاجه، احنا ماتش برشلونه ده يعني احنا رايحين كاننا كنا رايحين برشلونه، فانت راح تتفسحي يعني راح تلعبي يعني نستر ونيجي على طول. راح نتفرج على ميسي، راح نتفرج على تيري هنري، راح نتفرج على لعيبه كتير جدا كانت موجوده. فكانت بالنسبه لنا كانت حاجه حلوه. طبعا النادي الاهلي لعب برشلونه وكنا رايحين، انا كنت لسه صغير طبعا برضو، كانت تاني سنه ليا مع النادي الاهلي وما كنتش عليا ضغوطات كبيره. يعني انا طبعا اللعيبه الصغيره برضو بيبقى ضغوطات بتبقى اكتر على اللعيبه الكبيره اللي في الفرقه، يعني زي ابو تريكه وائل جمعه وبركات وامير عبد الحميد والناس دي. بس انا اتفاجئت ان انا بادئ الماتش، هي دي بقى المشكله يعني. كنت متفاجئ طبعا، اتفاجئت بشكل كبير جدا ان انا بادئ الماتش، ما كنتش عامل حسابي خالص. ما زي ما قلت لك احنا كنا رايحين ان احنا خبر بقوي عليك ازاي. الكابتن حسام بدري طبعا كانت اول ولايه ليه، كان لاعبين قبلها سلتك وما كنت قاعد احتياطي ونزلت اخر ربع ساعه، ودي كانت ده كان تاني ماتش لينا مع برشلونه. وطبعا قاعدين بيقول التشكيل، فقال لك هنبدا بفيرويد هاني العجيزي. فطبعا اتفاجئت، مش عايز اقول لك يعني اتخضيت يعني بشكل كبير والله العظيم، فعلا اتخضيت. لان طبعا انت مش مهيئ ان انا مش هيئ نفسي خالص ان انا ابقى موجود، لكن الحمد لله توفيق من ربنا، عملت ماتش كويس جدا وقدرت ان انا اجيب جول وظهرت بشكل كويس الحمد لله. بس ما كنتش متوقع خالص، ما حدش كان متوقع خالص. يعني كانت بطوله كويسه وماتشات اللي الواحد عمره ما ينساها. فرحت طبعا بقى بعد الجول، بقيت حاسس انه الحمد لله خلاص انا حققت كده نص اللي انا عايزه. لا خالص والله، لا والله انا عايز اقول لك برده ان انا يعني لا انا طموحي عالي ان انا ابقى موجود. انا كل تفكيري ان انا العب في النادي الاهلي، كان كل همي ان انا العب في النادي الاهلي. لكن حته ان انا خلاص بقى حسيت ان انا عملت حاجه كبيره، بالعكس انا بعد الماتش الموضوع كان بالنسبه لي عادي جدا. عارف احنا خسرنا يعني، حتى لو انت بتلعبي برده برشلونه او ريال مدريد النادي الاهلي لما بيخسر فالموضوع بيبقى صعب شويه، ما حدش بينسب الفضل ليه في اي حاجه. بعد الماتش ما ولا حسيت ان انا عملت حاجه، لكن بعدها بقى مع مرور السنين السوشيال ميديا طبعا فبدات تقول ان هاني العجيزي اللاعب الوحيد اللي من النادي الاهلي جاب جول في برشلونه، فالموضوع بدا يكبر وبدا الكلام كتير على الجول ده بدا يبقى بشكل كبير جدا. عايز اسالك بقى يا كابتن.